مرحبا بكم. خبر البيه اليوم يجينا من جهة القيروان، من انطلقت شركة كوفات التونسية التابعة للمجمع اللومي والمختصة في صناعة مكونات السيارات في إنجاز أكبر مصنع في جهة القيروان. المصنع هذايا باش يشغل تقريب 2000 عامل تونسي في المرحلة الأولى، بيناتهم 300 إطار. المصنع هذايا أشغال متاعه باش تنتهي في ظرف عام، وباش يكون مخصص لتصنيع الأنظمة الكهربائية لسيارات كهربائية لعلامات سيارات عالمية. المشروع هذايا هام لجهة القيروان، أولاً على خاطر باش يعطي بعد هام للمنطقة الصناعية في القيروان، ثانياً لقدرته التشغيلية 2000 عامل بيناتهم تقريب 300 إطار. شركة كوفات هي بالفعل قصة نجاح تونسية شرفتنا في العالم. علاش؟ أولاً الشركة التونسية هذه نجحت باش تكون ما بين أكبر 4 شركات في العالم في مجالها. اثنين، الشركة هذه هي شركة هندسة وتصنيع، بما يعني أنه الانجينيورينج هندسة الأنظمة الكهربائية لعديد السيارات اللي في العالم، في العلامات فولكسفاجن، بي ام، سيتروين، بيجو، رونو، غيرهم، تصمت من قبل الشركة هذية وتصنعت من قبل الشركة هذية. تونس الأمل مازالت، وإن شاء الله كيف المشاريع هذية نشوفه في عدد المناطق الأخرى.